بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني إيه غرامة؟ كلمة غرامة معناها اللازم الدائم، كلمة غرامة معناها العذاب الدائم المستمر اللازم. الحسن البصري بيقول: كل مصيبة أو كل تعب أو كل مشقة تصيب ابن آدم ولا تستمر فهذه ليست بغرام، إنما الغرام أن تصيبه مصيبة تستمر ما دامت السماوات والأرض، وليست هناك مصيبة أشد من أن يكون الإنسان مخلدا في جهنم أبد الآبدين. هذا هو الغرام: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هو ده الكلام. بص، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح إزاي نبتهل إلى الله تبارك وتعالى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هي نفس المعنى الذي يؤدي إليه سيد الاستغفار عندما تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده الشاهد: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بتتوجه إلى الله، ولن يستطيع أحد على الإطلاق أن يصرف عنا عذاب جهنم إلا رب العالمين، هو الذي خلق فقدر ودبر سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده: فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. السلام عليكم.